صباحكم صحة مشاهدينا. كم واحد منا بيحرص في بداية يومه على تناول وجبة الإفطار، وبالمقابل كم منا بينساها أو بيتناساها؟ الإفطار وجبة مظلومة يمكن، وكتار منا بيهملوها أو ما بيعطوها حقها، وفي منا كمان بيستبدلوها بفنجان قهوة وقطعة حلو بيعتبروا هيك إنه جسمه تمام وصار جاهز يبدأ يومه بحيوية ونشاط. لكن الحقيقة مشاهدينا إنه إهمال وجبة الإفطار له آثار فادحة على مناعة الجسم وعلى نظامنا الغذائي والصحي عموماً. هالموضوع حنحكي فيه ضمن نافذة التغذية لليوم مع أخصائية التغذية تالا خندقشي. أهلا وسهلا فيك معنا ويسعد صباحك. صباح الفل، أهلا فيكم تالا. في البداية خلينا نحكي عن موضوع أهمية وجبة الإفطار للكبار وللصغار وتأثيرها على جسمنا وأضرارها أضرار إذا إحنا بنهملها، وقديش مهم وبتأثر على صحة جسمنا وعلى المناعة. هلا الصراحة وجبة الفطور من إحنا صغار بنعرف إن هي أهم وجبة خلال النهار، يعني كان يحكونا أيام مدرسة زمان إنه هي زي كأنها الوقود اللي بده يشغل هاي الماكينة لقدام، يعني عشان خلال النهار، فهي كتير مهمة. والصراحة إحنا شعب زي ما حكيتي ما بيفطر أو بينسى يفطر أو بأخر الفطور، ممكن ببدله بأشياء مش صحية، قهوة نسكافيه مع كرواسون، وهذا الشيء كتير غلط لأنه رح يأثر علينا خلال النهار. هلا من أهم فوائد وجبة الفطور إنها أول إشي بتساعدني كتير على القدرة على التركيز خلال اليوم. يعني اللي ما بيفطر رح يحس خلال يومه إنه هو شوي فعاليته بتقل، إنتاجيته بتقل، خصوصاً إذا بأخر الفطور لساعة واحدة تنتين، بيفطر على تنتين، الغداء بيكون على المغرب، فهو بس هذه الوجبات اللي بياخدها. كمان اللي بصير عنده شوي نقص مغذيات اللي ما بيفطر يعني، أو ما بياخد كامل احتياجه. كمان من أهمية الفطور إنها بتخفف شوي من المزاجية، من العصبية عند الناس، يعني بتلاحظ الناس اللي ما بيفطروا عصبيين أكتر من اللي بيفطر. اللي بيفطروا رايقين أكتر، يعني بصحوا بكير عندهم وقت، يعني هاي الأمور. كمان شغلة الأيض في الجسم، يعني معدل الحركة والاستقلاب. ليش الناس اللي بيفطروا أثبت الدراسات إنهم ما عندهم سمنة أو زيادة وزن مثل الناس اللي ما بيفطروا أبداً. غير هيك الناس اللي بيفطروا بتقل عندهم احتمالية إنهم ياخذوا وجبات دسمة خلال النهار. يعني في مثلاً ناس بيحكوا لي أنا إذا بفطر بضل أخبص طول النهار، عشان هيك ما بيفطر. في كثير ناس صح تحكي هذا الموضوع، إذا أنا بلشت بأكل من الصبح رح أصفي طول النهار قاعدة وباكل. فعلا هلا هي هون شغلة تعويد، مش إنه الفطور مرتبط بإنك تاكل وجبات دسمة خلال النهار. هلا هو مش متعود يفطر، كان معود جسمه على الساعة البيولوجية هاي، إنه ياكل من الساعة 1 مثلا لساعة 7. إذا أفطر على 9 على 10 رح يرجع ياكل من 1 ل 7، مش إنه هو صار يخبص، هو متعود ياكل في هذا الوقت. يعني هون الشغل بتطلب منه تنظيم للساعه البيولوجيه. طب هون مهم انه احنا نحدد موعد ساعه الافطار ولا مش مهم اي ساعه ممكن تكون؟ هلا احنا بنحكي الوقت المثالي، بشكل مثالي الطبيعي او الافضل انه خلال اول ساعه من ما بنصحى من النوم تكون وجبه الفطور. بعد هيك لا، بتصير يعني وجبه فطور متاخره. اوكي، يعني احنا اول ما نبلش يومنا بعد ساعه يفضل انه نتناول وجبه الافطار. صحيح. طيب إذا بدنا نحكي من إيش لازم تتكون وجبة الإفطار، يعني مكوناتها الأساسية ولتكون وجبة صحية متكاملة غذائية. بالضبط، عشان تكون وجبة الإفطار عندنا متوازنة وصحية بده يكون أنا في عندي فيها جميع المجموعات الغذائية على الأقل. بده يكون في عندي جزء من الكربوهيدرات اللي هو ربع الصحن، بده يكون نص بروتين، بده يكون جزء منه دهون صحية، احيانا لازم ندخل فواكه بيكون من ضمن النشويات. هلا بالنسبه لامثله عليها، ممكن مثلا الواحد ياخذ له 2 قطعه توست، طبعا حسب الوزن، احنا بس نحكي امثله، كل واحد بيختلف كميته عن الثاني. ممكن ناخذ توست اسمر، ممكن ناخذ الخبز الاسمر لو مش توست، يعني اي نوع، بس بفضل دائما الحبوب الكامله. جنبها ممكن من حصص البروتين ممكن ناخذ بيض، ممكن لبنه، ممكن جبنه، هذه مصادر حيوانيه، ممكن ناخذ مصادر نباتيه زي الحمص والفول. بالضبط. هلا ممكن كمان ندخل دهون صحيه، افوكادو، زيت وزعتر، مش غلط هذول يدخلوا على الفطور. وجنبها طبعا دائما الخضار دائما، يعني مش شرط نفرم سلطه، لو حبه خيار، حبه جزر، حبه بندوره منيح. وفليفله كمان ممكن، فليفله اي نوع. مرات الناس بقول لهم اذا بتحبوا الكوسه حطوها على الفطور، المهم ان الخضار يكون، انه تكون اساسيه وموجوده. دائما كثير بربطوا موضوع الفطور او وجبه الفطور بقوه التركيز عند الشخص، يعني اذا البني ادم دائما ملتزم بموضوع الفطور عنده قوه تركيز كثير عاليه، هل هذا صحيح؟ صحيح طبعا فعلا، لانه انت لما الواحد بياكل كل يوم، هلا احنا دماغنا كل يوم يحتاج 130 جرام جلوكوز،
من اول ما بيصحى لحد ما ينام. اكثر شيء احنا بنستخدم الدماغ وبدنا الدماغ يعني قدراته تطلع فيها بالنهار مش بالليل، لانه احنا بالنهار في لطلاب مدارس، في دراسه، للبش بيروحوا على في يوم كامل، في شغل بالضبط، يعني بلش من النهار. فالاحسن انا ابلش ادخل في الجلوكوز طبعا من مصادر صحيه من النهار، 130 جرام هدول اذا انا بلشت ادخل فيه مع الساعه واحدة، يعني هون انا ربت اروح من المدرسه او ربت اخلص شغلي، خلصت ما في طاقه اصلا بالضبط، فبتقل عنا قدرات الدماغ، بكل النهار عندهم اقل فاعليه، اقل انتاجيه. طب لما نحكي عن الناس اللي بتبلش يومها مثلا، انت قلتي قطعه توست بس مثلا، مربى، عسل، اشياء حلوه، او ممكن تستبدل هذا الموضوع كليا بقهوه وقطعه حلو، هل هذا صحيح او مزبوط؟ او ممكن بحكي لك اللي ببلش في نهاره بحلو بضل طول اليوم بياكل اكل بطريقه يعني عنده شراهه بصير بالاكل بالضبط، او وجبات دسمه. كثير غلط اني انا ابلش افطر بسكريات بسيطه الجسم، يعني هيك انا اول ما باكل سكر وسكريات بسيطه حرقها سريع، حرقها بسيط يعني في الجسم، على طول الانسولين بيرتفع، فبضل ارتفاع الانسولين بضل يتطلب سكر، مشان هيك هو بضل طول الوقت بده اشياء حلوه، بده يضل يخبص. فلما الواحد بدخل على وجبه الفطور الاشياء المتوازنه، بدخل كربوهيدرات، بدخل بروتين، بدخل دهون صحيه، خضار، هون خصوصا البروتين بيعطي شبع لفتره اطول، بيحافظ على الكتله العضليه، ما بضل الشخص يجوع لقدام. لسه اذا كان مرتبط مع حبوب كامله على الفطور بحسن عندي من مستوى السكر في الدم. في دراسات كتير بتحكي انه موضوع وجبة الفطور واذا احنا ما بنتناولها بصير عندنا مشكلة في المناعة، هل هذا صحيح او دراسات علمية صحيحة او مزبوطة، او بتأثر على جسم الانسان هل قد وجبة الفطور؟ هي مش علاقة مباشرة، ما بنقدر نحكي انه اللي ما بيفطر ما عنده مناعة، اللي ما بيفطر بتزيد فرصة اصابته بالسمنة او زيادة الوزن، لانه طبعا اكله بيكون مش صحي خلال النهار، او اكله بيتركز بالليل وبيكون عادة وجبة واحدة، وجبة كبيرة بتأثر على صحته. هلا هون لما انا بحكي بزيد فرصة اصابته بالسمنة، ليش؟ لانه اللي ما بيفطر بيقل عنه معدل الايض، بزيد وزنه، زياده الوزن او السمنه بحد ذاتها هي بوابه او مفتاح لجميع الامراض المزمنه للسكري، للضغط، كلهم كانت بدايتهم سمنه، لامراض القلب والشرايين، واللي بينصاب بهاي الامراض او عنده بدايه بهاي الامراض بتكون مناعته قليله. يعني هو بالاساس بيرجع لموضوع السعرات الحراريه، حرق السعرات الحراريه، اذا احنا ما بناخذ وجبه الفطور رح يسبب سمنه اكثر من الناس اللي بيفطروا، لانه السعرات الحراريه مرتبطه بالوزن. طيب نحكي، لو بدنا نحكي انه في كثير ناس بتحكي لك انه انا ما بقدر افطر لانه انا ما عندي وقت احضر فطوري، او انا الصراحه يعني ما بحس حالي جوعان اول ما اصحى اني لازم اكل، كيف ممكن ننصحهم انه لا لازم هذا يكون شيء اساسي، وكيف نرتب وقتنا؟ فعلا صراحه يعني ثلاث ارباع الشعب عندنا ما بيفطر لانه بحجه انه ما عنده وقت. هلا الصح اللي ما عنده وقت او ما بيقدر يصحى بكير او شغله كثير بكير بيطلب منه انه يضل طالع من البيت، حضر قبل بوقت، حضر المساء بالليل، لو انا اعمل ساندويتش واحطها بلانش بوكس بعلبه بايش مكان، احطها بالثلاجه بس وانا طالعه اخذها معي، هي وفرت على حالي وقت الصبح. طبعا تكون طبعا فيها كل المجموعات الغذائيه مشان تكون وجبه صحيه. اما اذا طلع بدون ما ياخذ معه فطور، احنا شو اللي حوالينا في البلد، يعني لو واحد بده يشتري فطور من برا، في فلافل، في معجنات، يعني مش عم نحكي عن اشياء صحيه، في كرواسون، هاي الخيارات اللي بيلجأوا لها، او ممكن يلجأوا للحلو لا مثلا قطعه شوكولاته، للكيك، لهي الاشياء. لا لو على الاقل ما بده ياخذ فطور، على الاقل كاسه حليب مع حبه تفاحه. كاسه الحليب بحد ذاتها فيها نشويات، فيها بروتين، فيها دهون صحيه، واخذنا الفواكه كمان من الفواكه، فهيك بتكون وجبه متكامله على الاقل ولا البلاش. في كثير ناس بتستبدلوا الفطور كمان بحليب ولوز مثلا، بيعتبروه وجبه، هل هو صحيح وجبه متكامله؟ هو وجبة متكاملة طبعا في حال بعدها كان في سناك او في احنا عندنا اكل على الاقل كل 3 ساعات، يعني مش انا افطر لازم يكون يعني نقسم وجباتنا لوجبات خفيفة، لانه هي وجبة سعراتها كتير قليلة، حليب ولوز بس. طب لو بدنا نحكي عن علاقة الوجبات، وجبة الفطور بباقي وجبات النهار، وهل غيابها لوجبة الفطور بيؤدي لخلل على امتداد طول اليوم؟ هلا للصراحه احنا مشان نغطي السعرات الحراريه بنوزعها على مجموعات غذائيه، على فيتامينات ومعادن. لما ما في وجبه فطور يعني انا التغى عندي جزء من مصدر لهي الفيتامينات والمعادن، وجزء مهم جدا، يعني على الاقل احنا بنحكي الفطور 300 400 كالوري، هدول راحوا من النهار، مش راحوا بمحتواهم، لان ممكن احنا كسعرات نعوضهم باقي النهار باشياء ثانيه، بس صح، بمحتواهم الغذائي او بالعناصر الغذائيه اللي فيهم هم يغابوا عنا باقي النهار، فمشان هيك طبعا راح يتاثر الجسم، ممكن في ناس يصيبهم فقر دم
منه. ممكن في ناس يصير عندهم امساك، ممكن يصير عندهم التركيز في في بعض الدراسات اثبتت انه السيدات اللي ما بيفطروا بتختل عندهم الدوره الشهريه. يعني كثير في اضرار لترك وجبه الفطور، وبياثر على باقي وجبات النهار اكيد. بياثر طبعا. طيب لو بنحكي على نوعيتها وكميتها، لو بدنا نحكي بشكل سريع، تعطينا نصائح وارشادات للمشاهدين كيف انهم لازم يلتزموا بوجبه الفطور، وكمان يراعوا انها تكون وجبه غذائيه متكامله. دائما النصيحة الدائمة انه احنا اذا ما معنا وقت نحضر وقتنا او اكلاتنا قبل بوقت. النصيحة الاولى. النصيحة الثانية، اخلي دائما عندي خيارات صحية في البيت. يعني احنا بنحكي فطور، حكينا امثلة على فطور، ما افطر ساندويش نوتيلا او شوكولاتة دهن، ما افطر كرواسون، ما افطر مرتديلات مش صحية او اللحوم المصنعة. يعني خلي وجبات الخيارات اللي دائما قدامي في البيت تكون صحية مشان انا الجأ لها. اما اذا قدامنا خيارات مش صحية برضو رح نلجأ لها طبعا. اكيد بتفرق معانا يعني ايش بيكون قدام الواحد بياكل. طب موضوع هي الحبوب مثلا الكورن فليكس او السيريال او هاي الاشياء، هي صحيه الواحد ياخذها فطور او وجبه متكامله مع الحليب؟ مش غلط. هلا الشوفان احنا بنحكي ذا بيست، بعده بيجي الكورن فليكس، بس كورن فليكس القمح، يعني نبعد دائما عن الصبغات والسكر اللي بيكون فيه، يعني نختار نوع بدون سكر. أخصائية التغذية تالا خندقشي، شكرا لوجودك معنا، وشكرا لكل هالمعلومات القيمه اللي اكيد كلنا رح نستفيد منها احنا والمشاهدين. شكرا لكم. طبعا هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه فقرتنا لليوم، اكيد بتجدد لقائنا معكم الاسبوع المقبل بمواضيع جديده ومعلومات جديده.